عندي مشكل في العلاقات، ما كيصدقوش ليا، اخترت 14 واحدة، كل مرة كندير جوج قلب، مشى ليا 28 قلب، أنا هو 29، أنا أول واحدة قلت لها بغينا نخرجو نشربو قهوة، قالت لي ما كنخرجش، لا بغيتيني نجي لدارنا، ومشيت لدارنا لقيتها خارجة. ثاني درجة اتفقنا كاع، ريحت مع با قال لي لا بغيتيها اكتب لها الدار سميتها، وانا ما كنت الحسن ما عندي سميتي. ثالثة سميتها دنيا. ما ننساهاش، قلت لي انا بغيت فيلا، بغيت طنوبيل بالشيفور، وبغيت خدامة، وبغيت 12 مليون في الصداق، وانت شنو بغيتي؟ قلت لها بغيت نمشي بحالي. وحدة يلاه جيت من عندها، قالت لي باغا كابانو يكون فيه الدوش، والدوش يطلع للجردة، والجردة يكون فيها بيسين، وحدة البيسين يكون كلب. قلت لها قلتي؟ قالت لي شكون؟ مول الكابانو؟ قلت لها لا الكلب. وما كتلاحظوش باللي كاينين شي طفيليات كيكرهونا في الزواج، بحال داك النوع اللي كيوقف على الدريات ديال الثانوية، غالبا ما كيكون عنده لي باطوار، كيوقف عليها كيقول لها شوفي اختي انا ما بغيت منك والو، بغيتها فرصة، وكتعطي فرصة، كيديها حدا البحر ويقابلها مع الماج، كيقول لها انا على قبلك نشرب هذا الماء كامل، نشرب مع باكاس حتى يكون خير. هذا هو اللي كيخليها كتنعس، كيصيفط لها ميساج في الواتساب كيقول لها ايوا تعشيتي ولا باقي؟ شاب مو حتى غتصيفط لها نضال بغدائي. هذا هو اللي كتخاص معاه وكتجي عنده التدوي مع الحب، كيقول لك اللي كيبغيك يموت مسطي، كاين شي مسطي قدك. هذا هو اللي كيتخاص معاه وكيدخل الفيسبوك كيكتب لهم اخبار من اغلق في وجه البيبان، ساعود لاشتري المنزل باكمله، كيدير ديال الكراج ندير فيه قهوه. عاد كاين النوع الخطير اللي ما كيتفهمش هو المشامل، هذا مع جاي مع ضيع، هذا ما كاين لا سلام لا كلام معاك، يوقف عليك يبدا لا خرجوا نبينوا لبعضياتنا، انت راك وليتي باغي الطايف. وكتلقاها غادي شاد لها في ايدها وشاد لي في ايدو، كيقول لها كنت عارف النهار الاول غتكون بيناتنا شي حاجه الحبس، ما حداش الطبيب. وملي كيريح معاها في القهوه كيقول لها حسيت معاك براحه، ورا في دارهم وما مرتاحش. وما كيقولش لها عطيني النمره ديال التليفون، حيت ملي كيكون غادي كيدي التليفون النمره. شو القوة؟ كتلقاهم 40 عام وما كيدوروا مع بعضياتهم، ما كيفكروا في الزواج، غنعاود الفتيات ما كيفكروش في الزواج، تا كيدوروا مزيان وكيتساووا العالم، وكتولي تعرفوا شنو كيبغي وشنو كتبغي، فين غتعيش ولادها، فين غتكبرهم، فين غيقراو، عاد كيفكروا بالحب، عاد كيجي الزواج، هنا لا كتعرفوا السبت لحد كتصيفط لي ميساج احبك تيجي في. فكرتوني في اخر وحده، فكرتوني في اخر وحده، ايه اول مره نتلاقاو عرفتوا شنو طرا؟ اول مره نتلاقاو عرفتوا شنو طرا؟ ما جاتش كل جات كل كملت لك. من بعد خديت النمره ديال الواتساب، دخلنا في علاقه حب، ولات كتقول لي والله تما والله
وتمشي عليا تنموت، خلك الله تمشي تبوحد وليت انا اللي غنموت. اول مره غنوقف عليها وقفت على حدا الحمام، قلت له باغي ندوي معاك، وقف عليا باب زرباطه قال لي انا بغيت ندوي معاك. اخر حاجه عقلت على يدك الرجال فقت السبيطار لقيت الوالده حدايا، قلت لها الحمد لله حنا في دولة الحق والقانون، ضربتني الطوموبيل خديته لما، قالت لي لا ضربك باك حتى المهم المصاب. المهم اخر كلمه بغيت نقول لكم باللي انا ما غنوقفش عند هذا الحد، وباقي غنخطب ولا ربحت 20 مليون غنشري كل قوال ديال السكر، وكنبغي نقول للدريات اللي كاينين هنا اللي غيشوفوني في التلفازه تسناو التقان ديالي. Merci.